فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الله أكبر. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة وسطا يعني أمة عدلة، فإن الله جعل فضل هذه الأمة على جميع الأمم سبحانه جل في علاه. خلق هذه الأمة، خلقها وجعل لها منطقة القيادة والريادة والسيادة، وقدمها على جميع الأمم مغفرة ورحمة وأيضا رفعة وعلوا. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، بأبي هو أمي، قال: نحن الآخرون السابقون، أو نحن الآخرون الأولون. فهو سبحانه جل في علاه خلق هذه، رضي الله عنكم جزاكم الله عنه، خلق هذه الأمة. وقلت بأن الله رفعها رفعة عظيمة بأن اختار لها أفضل الرسل على الإطلاق وهو أكرم الخلق على الخالق، واختار لها أحسن الكتب على الإطلاق وهو كتابه الكريم وهو القرآن كلام الله رب العالمين سبحانه جل في علاه. لذلك يعني جعل الخيرية في هذه الأمة، وجعل من سمات الخيرية لهذه الأمة أنه جعلها أمة وسطة، وأمة وسطا يعني أمة عدولا. ولذلك جعلهم الله جل في علاه شهداء على جميع الأنبياء. ولذلك قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أحمد بسند يعني أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورضاه في قوله تعالى، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فقال عدلا. وروى أيضا عن أبي مالك الأشجعي عن بسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ورضاه قال: أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق، ما من الناس أحد إلا وود أنه منا، وأما من النبيين يعني كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه. وقد ورد أيضا في حديث الجنازات: شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في بني سلمة، وكنت إلى جانبه، عن جابر بن عبد الله، وكنت بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: والله يا رسول الله لنعمل مرء كان لقد كان عفيفا مسلما وكان وأثنى خيرا. فقال رسول الله: أنتم بما تقولون. فقال الرجل: الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم شهد جنازة في بني حارثة، وكنت إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: بئس المرء كان إن كان لفظا غليظا فأثنى عليه شرا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لبعضهم: أنت بالذي تقول. فقال الرجل: الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا فذاك. فقال رسول الله: وجبت. قال مصعب ابن ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب: صدق رسول الله. ثم قرأ: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هناك بعض الإشكالات عند بعض العلماء في هذا الباب. طب لو قال أثنوا عليه خيرا ولم يكن على ما قالوا؟ عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، أهلا وسهلا. طب إذا كان يعني قالوا ذلك وكان الرجل مخالف لهذا الباب، صحيح أن نقول أن الجموع لو قالوا ذلك ما يقولون إلا ما كان المرء عليه. وقال بعض العلماء في هذا يعني ما يعجب له المرء أنهم لو قالوا ذلك واتفقت كلماتهم على تعديله، وإن كان في حقيقة أمره ليس عدلا فإنه عند الله يكتب عدلا. وكيف ذلك؟ أقول: لأن الله تعالى لا يؤلف الألسنة والقلوب على مدح أحد إلا وقد أراد الله به خيرا، قد خفي في قلبه ما خفي ويعلمه الله جل في علاه. فالخفايا لا يعلمها إلا رب البرايا. لذلك المرأة التي سقط الكلب جلست أمدا بعيدا بغيا، ومع ذلك فإن الله جل في علاه غفر لها بسقيا الكلب. فهذه معناها أن الله تعالى ما يمكن أن يؤلف بين القلوب والألسنة على مدح أحد إلا وهو عند ربه ممدوحا.
لا سيما أننا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يجبر إني أحب فلانا فأحبوه ويكتب له القبول في الأرض على أهل الصلاح. وعائشة أيضا ورد عنها بسند صحيح أن الله إذا يعني أراد بعبد خاتمة الخير أو الخير جعل الألسنة تجري بالثناء عليه قبل مماته. فالله جل في علاه أعلم بالسرائر. ولذلك حديث في الصحيحين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما قال وجبت استاذ احمد خذ الرقم من المشرفين لو تعرف تصل اليه يعني. فقال يعني قال عمر لما قال الناس فاسنوا خيرا قال وجبت واسنوا شرا قال وجبت قالوا ما وجبت يا رسول الله قال انتم شهداء الله في الارض. لذلك قال الامام احمد بن حنبل قال بينه وبينهم الجنائز. وبسنده في مسند أحمد عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه لما مرت الجنازة قال عمر مرت به جنازة فأسأل الله صاحبها خيرا فقال وجبت ثم مر بأخرى فأثنى عليها شرا فقال عمر وجبت فقال أبو الأسود وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال الرسول. يعني المسألة هنا على التعميم وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان. رأيتم رحمة الله جل في علاه في هذا الباب بأنه لو أثنى ثلاثة عليه فإن الله تعالى يكتب هذا الثناء عليه ولو أثنى أربعا أو ثلاثا أو اثنان فإن الله تعالى يشفعهم فيه. وفي رواية أبي زهير الثقفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة يقول يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم. قال وبما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء الله على الأرض. وهذه ظاهرة جدا في هذه المسألة وهي أن بالثناء الحسن يعرف الخير وبالثناء السيء يعرف الشر. وهذه المسألة لأن الألسنة مغارف للقلوب والقلوب لا يملكها إلا علام الغيوب الذي يدير الدنيا بيسرها ويدبر الأمر جليله ودقيقه وهو على كل شيء قدير. فيكون هنا الثناء في من الألسنة التي هي مغارف للقلوب تكون من الله جل في علا وتكون هذه بشارة الخير للإنسان فعاجل بشرى المؤمن. ولذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء صحيح للمؤمن سيطان صيت في الدنيا وصيت في الجنة في الآخرة في السماء. فصيت صيت الدنيا مرتبط منوط بصيت الإيش السماء. وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وإن كانت إلا كبيرة إلا على الذين لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هذه الدلالة واضحة جدا على أن الله تعالى اختبر الناس بذلك. لابد أن تعلم بأن الله تعالى لا يدع أحدا يزعم زعما إلا ولو اختبار عليه في ذلك. يختبره الله جل وعلا. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. طبعا هذا علم إيش؟ علم محاسبة. وإلا فالله يعلم ما كانوا ما يكونوا ما لم يكن لو كان كيف سيكون. لكنه يختبر عباده بالبلايا كما قلنا لأن النوايا لا يعلمها إلا رب البرايا. المسألة قد يجعل الله ويجمع الأسباب لحجب إنسان عن مجالس العلم أو عن صدقة كان يتصدقها أو عن خير كان يفعله لأن الله عالم منه أنه ليس أهلا له. فالله عليم بذوات الصدور. الله أكبر. الصيت هو الثناء الحسن يا عائشة. الصيت هو الثناء الحسن. وأيضا الود هنا كما قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني. لذلك سترى أن القلوب تهفو إلى الدلال على علام الغيوب. القلوب تهفو إلى العلماء الذين يدلون على الواحد الديان. قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال الله جل في علاه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الله لهم الرحمن إيش ودا. ولذلك أنت ترى كما قلت أن الحياة بأسرها إكسيرها أسها وأساسها المحبة في الله. إن وجدت صادقة سيعيش المرء كأنه في جنة قبل أن يدخل جنة الآخرة.
فاختبر الله اليهود بذلك، قالهم جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب عليه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يعني كبيرة أن تغير القبلة، نعم، فإلا على الذين هدى الله سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، أما الذين في قلوبهم زيغ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم. وقد ثبت من صدق النبي صلى الله عليه وسلم حيثما يعني أوحي إليه فهم يقولون سمعنا وأطعنا. مر الصاحب الجليل على أناس رضي الله عنهم من القرآن صلى الله عليه ورفع الله مقامه، على أناس يصلون إلى بيت المقدس، فصرخ فيهم: أشهد أن الله أنزل قرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ أيها القرآن قد نرى تقلب وجهك في السماء. فاستداروا جميعا عن بكرة أبيهم دون مراجعة وهم في الصلاة، فاستداروا فاستقبلوا الكعبة. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس لا يمكن أن تذهب، أنتم يعني يمينا ويسارا يعني تتوجهون حيثما توجهتم، المهم أن قلوبكم لله جل في علاه وأردتم الصلاة لله جل في علاه، هذا الذي تحاسبون عليه، أن قلوبكم موجهة لله جل في علاه. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم. وذلك هم يقولون يعني الذين ماتوا وكانوا يصلون نحو بيت المقدس ما حالهم وكيف صلاتهم؟ فقال الله جل في علاء: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ثم قال الله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت يعني كلما وجد الصبية من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وأقامته سديها، فقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي يعني تقدر ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله الله أرحم بعبادي من هذه بولدها. رحمة الله وسعت كل شيء، كما قال الله تعالى: رحمتي وسعت كل شيء، وأن الله جل وعلا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه رب العالمين. فمن رحمته سبحانه وجل في علاه جعل لنا مآبا ومرجعا، ومن رحمته سبحانه وجل في علاه تاب على من يتوب، ومن رحمته سبحانه وجل في علاه أنه يلخي كنفه وستره على عباده يوم القيامة، يقول: عبدي أتذكر كذا يوم ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا، والعبد يقول: إيه ورب، إيه يا ربي، وينظر أيمن منه فلا يجد ما قدم، ينظر أشم منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم إذا نظر أمامه ما يجد إلا النار، ظن أنه قد هلك والله تعالى قد أنجاه. أحبك الله الذي أحبتنا فيها واستمعني، جزاك الله خير، أحسن الله إليك. أقول من الفوائد المستنبطة: أمتكم أمة مرحومة، أمتكم هذه أمة مرحومة، أحكام تقدر إلا وفيها الاختبار والابتلاء لعباد الله جل في علاه، ولا بد للمرء أن ينجح في اختباره عند ربه جل في علاه. وعلى أخي الكريم أن الله ممتاز، جزاكم خير. وعلى أخي الكريم أن الله تعالى لا يختبرك ليهلكك، بل يختبرك ليرفعك، يختبرك ليقبلك. بيننا وبينهم الجنائز، وش هذا؟ وش بيننا وبينهم الجنائز؟ بينهم الجنائز. أحمد محمد قال ذلك: ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.